حابب اقول لك شيء انا. شو؟ شو شو؟ القصه وما فيها انه في جمله قوانين غلط بهالبلد بتخلينا دائما بحاجتهم. اوعى تفكري سرا بانه سلطته او سلطه ابوه او من المال وحياتك ساعه الجد بيشتري هو وابوه دزينه كامله مثلهم. على بعض ما بغش. لك لتكون متحجر ومتخلف انت بتعني. لا يا زلمه ما في شيء جديد عليك. اللي كنت اشتغل عند معلمك ابو سامر راح تشتغل لهون.